لا تعصبي علي، بترجاكي أنا رح أخذ شوي. وهالشي رح يفيدك ورح سكر لك جرحك فيه، وكل شي رح يصير تمام. ما في داعي تقلقي، منيحة كتير ومفيدة كمان. ليش الشجرة الصغيرة بتعبي كوب كامل من العصارة، أما الشجرة الكبيرة ما بتعبي شي؟ العصارة هي مفيدة كتير وطبية كمان، الشجر الصغير أفضل. شو يا صوفيا؟ صار الشتاء وانتي هون؟ لسه ما فكرتي بالرجعة على موسكو؟ مو منيح إنه الولد يكبر بدون أب. أنا ما سمعت شي عنه. فينك تروحي لعنده، أبي يعرف بالموضوع. فيودور سافيليفيتش هو بذاته، وبعت لي من سمولينسك عم يطمن على حفيده، وقال لي إنه عمر حصن كتير قوي هنيك وواقف ضد الكل. شو؟ عايش؟ الله وحده بيعرف. شو في كل هالخضايا؟ يا الله الربيع ما أجمله. وقال لي كمان إنه إيليا هرب وما حدا بيعرف مكانه، يمكن يكون راح لعند القوزاق أو راح على ليتوانيا. يا أخوات ضبوا الغراض رح نمشي من هون. يا ربي دخيلا. يلا تنام يلا تنام، لا تبح لك طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، تضحك ع ابني لينا. اليوم سمعت شغلات أن الملك رح يعمل شوية فوضى، ومن خلالها رح يقتل كمان كل النبلاء، وبعد هيك موسكو رح تتعبى كلها من الغربة يلي رح يجوا كلهم من برات موسكو، وكمان رح يجوا لهون. وفوق كل هاد رح يعطيهم بيوت ورح يتزوجوا من الراهبات مشان يثبتوا رجلهم هون. أنا التزمت بكلمتي لألكون، بس هلأ صار دوركم. في 2000 شخص جايين مشوا عم يقربوا على موسكو من الفرسان الألمان من جهة فارفاركا ومن نوفو ديفيتشي، وراح يفتعلوا معركة صغيرة بالأسلحة. ومن مبارح لليوم ما انباع أي رصاصة أو أي سلاح لأي أجنبي موجود بموسكو، وكل بيوت البولندية راح تتعلم بعلامات. معناتها اليوم الصبح مو؟ ايه اليوم، بس لسه ما اتفقنا على الشيء المهم. الشيء المهم انه بدوني ما كنتوا قدرتوا تعملوا شيء من الاساس. الشيء المهم شو اللي عم يصير؟
ليش الانذار؟ في تمرد يا شو مهاري؟ اللي صاير بالعصر؟ خبى يلا شايح اسرعوا تعالوا امشوا اكسروا الباب اسرعوا يا شباب اسرعوا اسرعوا يا شباب يلا اسرعوا يلا لجوا يلا لجوا انا مالي الملك بوريس يلا 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 اسرع مالي خايف منكم ولاك يا شباب اسرعوا يلا اسرع مارينا خلص حكمنا خلص وينك يا ربي دخلت مارينا وينه وينه مارينا يا ربي يا ربي دخيل اسم يا ربي دخيل اسمك يا ربي يلا بسرعة يا شباب بسرعة 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 خلونا نفوت بسرعة اسمه وراكم يلا يلا يا شباب يلا 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 فوت أسروا يا شباب أسروا بسرعة الباب يا شباب يلا بسرعة الباب بسرعة يلا يا شباب شمو يا شباب يلا بسرعة شمو وين مارينا؟ بعد عني. وين مارينا؟ بعد عني لا تلمسني. تعالي تعالي مارينا. يلا أسرع. إذا بدك تعيشي تعالي معي. يا سمو الأميرة. خديني معك يا سمو الأميرة. بترجاكي خديني معك. خديني معك يا سمو الأميرة. يلا يا شباب. كل يفوت لجوا. كل يفوت لجوا. يلا 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 وقفوا سكوا وقفوا سكوا الواطن يا قائد انا بكون الملك تبعك شباك الملك ديمتري ديمتري أنا ديمتري مدفون تحت الأرض مين بيكون هاد؟ تركوه يحترق بالجحيم وانتو كلكن رح تحترقوا معه كلكن رح تحترقوا بالنار نار الجحيم يا كلاب انت واحد محتال وهلأ موت يا كلب اضربوا له الواطي يلا تلوه اضربوا له الواطي يلا تلوه هاد واحد يا كلب هاد واحد يا كلب ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه باركني أبونا خلص روحي روحي سمو الأميرة أهلا فيكي فيودور نيكيتيش
أبونا. شبك حبيبتي، شبك. أنا لحالي هلأ، ما ضل لي حدا. خلص لا تبكي يا حبيبتي، هذا اختبار من عند الرب، خليكي قوية. كيف أنت ضالل هون؟ أنا كنت رايح على روستوف، قلت بشوفك بطريقي لهنيك. بضل بفكر لو ما صار بينك وبين أبي مشكلة كانت الأمور رح تكون غير هيك. وأنا كمان بضلني فكر وبزعل إنه ما قدرنا نلتقي قبل ما يموت، والفوضى بلشت بالوقت الغلط وما قدرنا نحل خلافاتنا قبل. بوريس فيدروفيتش رفع روسيا وطور هالبلد كثير وأسس البطريركية، والناس ارتاحوا بوجوده، وهالشي كان مثل طعنة له. وشو رح يصير بعدين يا أبونا؟ إذا الشعب ما تخلى عن الإيمان تبعه رح نهزمهم. وانتي بس صلي، لأنه اليأس غلط والرب ما رح يتخلى عنك. كيف مرتك يسينيا؟ وابنك؟ عايشين الحمد لله. أصبح البويار المعروف بفاسيلي شويسكي ملكاً لموسكو، واحتلت القوات البولندية أغلب المدن، وأجبرت وفاة المحتال الأول غريغوري البولنديين على إيجاد ديمتري جديد، وزحف جيشهم إلى موسكو، ولكن لم يكن لديهم ما يكفي من القوة والعتاد للاستيلاء على العاصمة، ومن ثم حاصروا دير الثالوث المقدس. يسلموا إيديك. شكراً إليك. أهلين سموك. يا كيسينيا أعطي مي. لازم نطلع لبرا. وأنا هيك رأيي. يلا أمشي. سموك، كل قوات الدعم انهارت على الحدود. مرحبا يا أخي، سمعت إنه في بينكم مهندس شاطر، ناطره من زمان. هاد بكون أنا. كيسينيا صار شي؟ شو اسمك؟ إيليا. تمام، وهلأ هيك بيكون صار عنا حدا بيفهم. يلا نروح لعند السور، عنا شغل. يلا امشي. إيليا، يا قائد تسمح لي روح شوي؟ انا عرفت، أنا عرفت إنك عايش ورح تشوفني. دورت عليك بكل مكان وإنتي اختفيتي. الحمد لله الرب استجب لي، وأنا فيني هلأ ما أتركك مرة تانية لو شو ما صار معنا. ما بيصير يا إيليا. ليش ما بيصير؟ أنا قعدت وقت طويل عم دور عليكي وعم فكر فيكي طول الوقت. انتي مالك مبسوطة بشوفتي؟ أنا مو مثل ما كنت. أنا مو البنت اللي حبيتها من زمان، وانت ما عاد بيصير أبداً.
تحكيني. إيليا، أنا رايح جيب أكل للولاد. هون لازم تتعزز، وبشكل عام مبين عندك إنه ما في شيء قوي. عدد الناس قل كتير، بس عنا سور قوي كتير هون، وعنا أسلحة وبارود. أنت ليش ساكت؟ السور رح يصمد؟ أي أنا بضمن لك إنه السور رح يصمد، وأنا رح أعمل هالشي بذكاء كتير. لا تاكل هم. كيف يعني؟ أنا ما فهمت عليك. رح أحفر خنادق حوالين الدير، بس لازمني المخططات يلي انرسمت قبل. رح جيب لك ياهن، ورح زيد الحراس، وبإذن الله ما رح يدخلوا لهون. وبالرغم من كل يلي صار، الناس لساتها عنا. عم تآمن بخلاص ديمتري إيفانوفيتش؟ ما بعرف كيف لما صدقوا أول مرة أنه ما انقتل، وكان عادي، وكان الموضوع بيتمرق كمان، بس هلأ هنن ذات نفسهم حرقوه وقتلوه على الأخير. أكيد رح يصير هيك. هو عنده أسلوب إقناع قوي، وبيغري الناس أنه هنن رح يقدروا أنهم يعملوا كل يلي بدهم اياه. ونسيوا الرب. الرب أمرنا نعيش بضمير. نحن خسرنا البطريرك مع عليك، وهو ما بده حتى أنه يدخل معابدنا ويحكي أي كلمة. وبلكي هو بس ما بيعرف حتى هدفنا الحقيقي. يا ربي دخيلك، شو صار لموسكو بهذا الوقت؟ هالبنات بلا ذوق، وجنب الكنيسة كمان، عن جد قليلين أدب. وليش نحن ما عم نساوي شيء؟ كلنا بنفس السفينة مع عليك، وانت معصب بعتت قوات دعم للدير. بس فهمني، ليش بعت القوات كلها لهنيك؟ السويديين عم يحاربونا من الشمال، والخان من الجنوب، وسيغموند حاطط عينه على سمولنسك كمان، ونحن قاعدين عم نتفرج. شو مشان توشينو؟ بين انك ما بتعرف. بيتوشينو الناس بلشت تلتم حوالين ديمتري المحتال الجديد، وعم يروحوا يتملقوا عنده، هو عم يعطيهم هدايا ومصاري كمان، وعم يرجعوا عموسكو يتملقوا عند معاليك وحضرتك. طبعا عم ترحب فيهم وكأنه ما في شيء، وخصوصا النبلاء. تماما، عم يلعبوا على الحبلين هدول الكلاب، وعلى الفاضي عم ترحمهم معاليك. انت لازم ما ترحمهم ابدا. وشو رح ساوي معهم؟ مو انتو السبب يلي خليتوني اقسم انه ما فيني اعدم حدا بارادتي، ولازم اخذ راي النبلاء كلهم قبل ما اخذ القرار، وانا اقسمت على هالشي بسببكن. الحق عليكن انتو، انا ما دخلني. عم تفهم شو يعني هذا القسم؟ انت الملك هون، وانت اللي بتقرر شو بدك تعمل. كيف هيك؟ خدو لك شبك، خدو بدالي. خد يلا، خد العرش. بيكفي حاجبا. يلي بياخدن اول شي بيكون الملك. شو مين بده؟ انت يلا خد العرش با. بروستوف تحت الحصار. الرب هو رح يساعدنا لنخلصه من هالشي. يلا يا شباب. اوه يا شباب.
عطيني المعقم. حالته كتير خطرة. الجرح سطحي بس الجرح بالراس بكب دم مثل النهر. روحي يا بنتي. قلي شو اسمك؟ نيتشاي كوليفانوف. أنا القائد. مو أنت نيتشاي كوليفانوف اللي قوص على المحتال لما بينت حقيقته؟ أي أنا هو. وكان بدي أعمل نفس الشيء بالمحتال الثاني، بس كنت رح موت. شو صار برات السور؟ عم بسمعك برا يا أبونا. تماما مثل جهنم. الشعب الروسي الأرثوذكسي عم يقتل بعضه بطريقة أبشع من الطريقة يلي بيقتلونا فيها الأعداء. هذا هو العار، هذا هو عذاب الرب للشعب اللي عنا. راح يوصلوا لهون قريبا. ليكن وصلوا. مع السلامة يا أبونا. افتح لي الباب! افتحوا الباب! افتحوه بسرعة! اهدوا يا اخوان بترجاكم. انا الراهب رومانوف، اخو الملك ديمتري ايفانوفيتش، وبدي منكم تسمعوني. اللي بيلمس الناس هون أو الكنيسة راح يموت فورا. أنا الراهب أخو للملك ديمتري. طالعوا لبرا. بطلع لحالي. أنت أخو للملك، نفسه اللي خانه للملك. خلاص يا غبي، هو عمل كل هالشي مشانك أنت ومشان تعيش كمان. هذا هو اللي أنقذنا. حضرة القائد، وصلتنا رسالة من البولنديين ورح يقروها. عم نكتب لكم يا أحبائنا الروسيين، وعم نقلكم إنه تستسلموا للملك العظيم ديمتري إيفانوفيتش، وإنه تصلوا وتدعوا له كتير هو والملكة مارينا يوريفينا، وافتحوا البوابات بدون قتل وبدون دم. وإذا أنتوا ما رح تستسلموا وتفتحوا البوابات رح نعتبركم خارجين عن القانون ونقتلكم كلكم بدون رحمة يا أخواتنا. شو هالرسالة هاي؟ لا نحن ما رح نستسلم. اهدوا شوي، الرب ما بيتركنا لحد ما نطرد كل المحتلين من أرضنا المقدسة، ونحن ما رح نتنازل عن أرضنا
وما رح نتخلى عن صلاتنا ولا يوم واحد. رح نصلي للقديس سيرجيوس رادونيس على بركة الله. يا أخواننا اسمعوني، الرب رح يساعدنا مشان نحرر أرضنا. الله يبارك الجميع. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. شدوا حالكم ولا تضعفوا. أكيد نحن ما رح نستسلم. لازم نستسلم أبدا. رسالة من العالمية. مستحيل نستسلم. نحن لا نستسلم. نحن لا لازم يموتوا. يضربون نحن أقوى. ما رح نستسلم. ما رح نستسلم أبدا. ما رح نستسلم. 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 نحن لا أقوى. هذا بيقدر علينا. نحن لا أقوى. عيتك يا امي كتبتلك اشواقي، كتبتلك اشواقي بترابطك روسيا يا امي. انا ورفاقي، انا ورفاقي، انا على طريق. وقف الحصينة، لازم ترتاح شوي. يمي. من وين بتعرفيها؟ شو اللي بعرفه يا أبونا؟ الغنية اللي عم تغنيها. ماني ذاكرة وين سمعتها بصراحة. طولين لسه؟ لا مو كتير. شو اسمك أنت؟ صار لك زمان معهم؟ أنا اسمي أفروزينيا وصار لي معهم سنة يمكن أو سنة ونص، من وقت ما أخدوني من بوكروفا. كيف أخدوكي؟ أخدونا من القرية مثل المواشي، لأنه الملك هو اللي قال لهم اعملوا اللي بدكن إياه وخدوا اللي بتشتهي نفسكن كمان. وقتلوا زوجي وبعدوا أولادي، وهن سرقوا الضيعة كلها بعدها، واللي ما أخدوه حرقوه. بالأول كان الموضوع مزعج بس هلأ عادي، لأنه هالشي عم بيصير بكل مكان بأرضنا. لهيك عادي يا أبونا، أنا تعودت على هالشي. يا بنتي يا مسكينة. بالأول كنت بروستوف وكان الكل يعمل اللي بده إياه معي وما فيني أرفض، ولما إجوا هدول بدلوني بعنزة. بس لا تعصب يا أبونا. قليلي من شو بدي أعصب؟ أنت عم تحكي مع بنت مذنبة مثلي أنا. ومين منا مانو مذنب؟ أو حتى بدون خطيئة؟ أكيد مو أنا. شو يعني؟ أنت رح تبارك وحدة مثلي أنا؟ رح باركك. ورح أدعي لك كمان إذا قدرت. يلا امشوا امشوا يلا اللي كفي راح وانا هيك راح. لا تبلشي. ها ما حكيت شي. لا تعصبي علي، انت بتعرفي انه الشاب بيحبك. ما بدي هالشي ابدا، انا رح صير راهبة. لا ما رح يصير هالشي. بكفي كيسينيا، انت هيك ما عم تعملي شيء غير انه عم تعذبي حالك. ليكي كيف انا ما بنام كل الليل؟ لاني ما بعرف شيء عن حبيبي ولا عم بسمع شيء عنه، وحتى يمكن انه يكون مات ودفنوه بلا جنازة وبلا اي شيء حتى. شو صار لك؟ بخوف الحكي بخوف. انا يا صوفيا شفت الخوف الحقيقي، واللي بيجيني بالمنام هلا اسوأ من الموت بكتير. طيب ليكو
إيليا عايش قدامك وشافك وانت هيك، ولا كأنك رحتي لتشوفيه أكثر من مرة وبكيتي كل الليل مشانه. مو أنا، وحدة تانية، وما بقت موجودة. ناديتني يا أبونا؟ عفواً؟ ناديتني؟ إيه، تخلي شوي، أنا عم بكتب الجواب للبولنديين اللي بعتولنا الرسالة، والرب رح يسامحني. بتساعديني؟ بساعدك. تسمح لي أسأل؟ إيه. إيمت رح تباركني لكون راهبة وتريحني من هالعذاب؟ ما رح تاخديها، مباركتي للراهبة بالقوة رح تكون أكبر خطيئة. ما بصير. الشخص اللي بعتني لهون بالقوة مات وما عاد موجود أبدا، وأنا اللي بدي هذا الشي، ما حدا جابرني. أنا بعرف هالشي، وبعرف شغلات تانية. رغم كل شي عم بيصير معنا هلأ، أنا شايف إنه أنتي بدك تصيري راهبة، مو لتخدمي الرب، بس لتهربي من العالم كله والكلام اللي عم بيحكوه. لأنه الرهبانية شغلة لازم تفهميها قبل ما تعمليها، وإلا ما رح تاخدي مباركتي عليها يا بنتي. رح تساعديني بكتابة الجواب؟ ها؟ بساعدك. زاروتسكي تعال اسمع بيدنك هالحكي. انت بتعرف انه ولد مسيحي صغير عمره 10 سنين صار يضحك على الرسالة تبعكن وعلى غبائكن وعلى كل ان احنا حرقنا الرسالة لانه ما إلى معنى ابدا، ونحن رح نضل واقفين بوشكن. يا الله شو هالشجاعة تبعون. وهالشي منيح انه الواحد يتخلى عن ايمانه، وانه يفضل الباطل على الحق، وأنه يفضل العار على الشرف، والعبودية أفضل من الحرية، وهذا برأيي الاعتقاد غبي كتير. شو رأيك؟ صعب نعرف شو هاد، بس حاسس أنه مرة اللي كاتبتها، لأنه فيها شوية طابع أنثوي هاي الرسالة. إيفان مارتينيتش، أنت ما فيك تنسى النسوان ولا بأي شكل من الأشكال؟ وليش لحتى أنساهن؟ إذا نسيت النسوان رح فكر بالمصاري. مين كتب الجواب؟ انت شخص ملعون يا زاروتسكي، وهالمرة رغم كل شي معك حق، لأنه بالدير هنيك موجودة الأميرة كسينيا غودونوفا. سمعت عنها كتير شغلات ترفع الراس، إنه هي اللي عمل كرمالة ديميتري كل هالشي. وكيف بدي روح هلأ؟ الموضوع بسيط، رح تروح لعند الملك وتقول له هالحكي كله. الملك قلت لي نحن اللي منسميه الأمير، لأنه ما في لغة بالعالم رح تخليك تنادي هيك لقيط بالملك. بس القوة بتخليك تنادي أمير، مو هيك؟ مزبوط مو؟ نحن البولنديين من 3 سنين مضت حطينا من عنا على عرش موسكو ملك اسمه ديمتري، وهو بيكون ابن إيفانوف. بغض النظر انه ما كان اسمه هيك،
وهو محتال، ونحن طبعا هلا احتلينا نص هاي البلد، ومره ثانيه بعتنا واحد لهنيك ليكون الملك الجديد للعرش اسمه ديمتري، وهالشي رح يصير ولو الروس كلهم جن جنونهم. انت لا تاكل هم الروس يا سيد سابيجو، انت ما عليك الا انه تجيب اكثر من هالعالم اللي عنا، لانه اللي عنا ما رح يكفوك. ماشي ماشي، روح يا ايفان مارتينوفيتش عتوشينو وخبر ديمتري انه الدير الروسي ما بده يستسلم قدامنا هلا، وبده نبلش بالحصار، ولازمنا رجال وسلاح اكثر منشان نقدر نصمد قدامهم وما نموت. اسمعني سيد سابيجو، هنيك ورا السور في أميرة حلوة، وأنا هون، خلينا ناخد هالدير ونخلص بقى. كيف هلأ بدي روح بدون ما أشوفها؟ لك نروح ورجع مع الرجال بأسرع وقت، وبس ندخل رح خليك وقتها تلعب مع الأميرة قد ما بدك، وأنا هلأ رح روح عاقبهم. على الوقاحة اللي كتبوا فيها الرسالة ما رح ينسوني. أنا الأب رومانوف ومطران روستوف، أخو للملك ديمتري إيفانوفيتش. أنت مين؟ كيف؟ كيف يعني؟ إيه؟ فهمت؟ أنا الملك يعني أخوك؟ تعال احضني. مين؟ مين الجرأ؟ أنا عم أسأل مين عمل هيك؟ فكوا بسرعة! ليش واقفين هيك؟ فكوا بسرعة! شو؟ ليش عم تطلع؟ عم يقولوا لي انك بتضلك سكران ما عليك. الشي بخوف عن جد انه ما في حواليك ولا حدا صادق. وانت صادق؟ انت بتعرف انه الشخص السكران كل شي بقلبه على راس لسانه، لهيك انا صادق لاني بضل سكران. مظبوط. راح البطريرك تبعي. كيف؟ وليش بدك بطريرك؟ كيف ليش يعني؟ كيف ليش؟ وشويسكي عنده جيش كامل، وعندي كمان بس أكبر، وعنده عقل كمان، وأنا عندي بس أحسن.
وهو عنده بطريرك، وراح يصير أنا عندي كمان. أنت كذاب، بدك تخليني يكون ضد هيرموجين، والبطريرك هيرموجين شخص كتير منيح وبيدعي الناس للإيمان كمان، ولولا لكانت موسكو سقطت. أنا ما بدي موسكو، ما بدي إياها. يمكن أنا الوحيد من بين كل هالأوغاد الموجودين هون اللي بدي أخلص من المحتلين. تعرف مين أنا؟ أنا مدرس، كنت أدرس أولاد النبلاء بالسفرسك. ما كنت أشرب ولا قطرة مشروب حلفلك، بس هنيك شافوني هدول الأوغاد. اسمعني شوي، أنا بعرف أنه أنت صادق، بعرف بقال تكون البطريرك تبعي بترجعك. بس في شروط لهالشي، انه رح كون البطريرك بس مو البطريرك الاعلى، وبدي ترجع حقوق كل القرى اللي نهبتها، وتعوض كل شي عملته فيهم كمان. ايه موافق، باركني ابونا. اسمعني شوي، بالمرة الماضية لما قلت لهم عن قصة خلاصي صدقوني بأعجوبة غريبة كتير، وهلأ ما حدا مصدق. شو رأيك انت؟ بتساعدني؟ انت شايف انه مقامك اختفى، وصدقك كمان. ايه، المرة الماضية امك اعترفت، الراهبة مارثا. هالمرة ما رح يمشي الحال، عم يقولوا ما بتوثق بحدا. وزوجتك؟ انا زوجي هاي. زوجتي شو اللي صاير بابا؟ يمكن يخلونا نرجع على البيت، وهون مكتوب انه اذا بتكذبي كل الادعاءات يلي بتخلي ديمتري يكون ملك لموسكو، وتطلعي انه هو شخص محتال كمان، راح يرحمنا الملك فاسيلي بوقتها ويخلينا نرجع عبيتنا بسامبر. هاي مو رحمة منه يا بابا، لأنه هو بيعرف إنه القوات البولندية رح تعبر الحدود، وهو اللي بحاجتنا، مو نحن أبداً يلي بحاجة رحمته. وانت بتوافق الرأي يا معاليك؟ رح يسمعني أكيد، لأنه أنا بكون ملكة روسيا. ما رح يسمع أبداً من واحد خاين مثلك. عم تسمع؟ كنت مبينة أنك طيبة كتير، بس الظاهر مانك هيك، ورح يكون إلي الشرف أني موت هيك موته. وأنا هلأ رح وقعك على تعهد، اقسم بهالحكي، وهلأ اطلع لبرا، يلا من هون يا سمو الأمير. فضل. شو هاد؟ قولي لي، هذا ملعوب جديد ولا شو؟ أنا كنت فرحان كتير إنه رح نطلع من هالبلد الغبي هاد.
شو هاد؟ هي أعجوبة. عن جد هالحكي مستحيل يكون. هي مو تصرفات ملك. أكيد مو الملك، بس أنا ملكة وفيني خليه يقعد على العرش. اسمعيني لقلك، هون العالم عم تقتل بعضها مثل الحيوانات، وأنا أبوكي وبأمرك إنه لازم تلتزم. أوعك تتجرأ، جرب إنك ترفع صوتك علي ورح تعرف شو يعني غضب الملكة الروسية.